السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنشرح لكم درس الكثافة السكانية. سنجيب على هذه الأسئلة: كيف يتوزع سكان العالم على سطح الكرة الأرضية؟ ما العوامل التي تؤثر في توزيع سكان العالم؟ ما مفهوم الكثافة السكانية؟ كيف نحسب الكثافة السكانية؟ توزيع سكان العالم على سطح الكرة الأرضية: يتوزع سكان العالم على سطح الأرض بشكل غير متساو، فبينما نجد مناطق يزدحم فيها السكان نجد مناطق أخرى يقل فيها عدد السكان. هذه الخريطة توضح توزيع سكان العالم عام 2002 ميلادي. نلاحظ أن سكان قارة آسيا وقارة أفريقيا وكذلك أوروبا يمثلون 3/4 سكان العالم. أتعلم: معظم سكان العالم يعيشون فوق مساحة لا تزيد عن 10% من مساحة العالم. غالبية سكان العالم يتركزون في نصف الكرة الشمالي. سكان العالم القديم: آسيا، أوروبا، أفريقيا، يمثلون 3/4 سكان العالم. العوامل المؤثرة في توزيع السكان: هنالك عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية: المناخ، التضاريس، المسطحات المائية، الموارد الطبيعية. العوامل البشرية: الأنشطة الاقتصادية، الهجرة، وسائل النقل. العوامل الطبيعية وتتمثل في عوامل عدة منها: أولاً المناخ، يعد المناخ من العوامل الرئيسية المؤثرة في توزيع السكان على وجه الأرض، إذ يميل السكان إلى سكن الجهات ذات الحرارة المعتدلة. ويساعد عنصر المطر في ارتفاع الكثافة السكانية في العديد من مناطق العالم، كما هو الحال في شبه القارة الهندية. فعندما ترتفع متوسطات الأمطار ترتفع الكثافة السكانية، وعلى العكس من ذلك في المناطق الصحراوية حيث نجد مناطق واسعة شبه خالية من السكان كما في الصحاري العربية. ثانياً التضاريس، يفضل الإنسان العيش في المناطق السهلية على المناطق الجبلية نظراً لسهولة الوصول إليها وملائمتها لبناء المسكن والقيام الزراعة. وتعد السهول النهرية من أكبر مناطق العالم ازدحاماً بالسكان كما في سهل نهر النيل في مصر. ثالثاً المسطحات المائية، يميل السكان إلى الانتشار في المناطق التي تشرف على المسطحات المائية أو القريبة منها بسبب اعتدال مناخها وتوافر الثروات البحرية فيها. وأخيراً الموارد الطبيعية، يزداد عدد السكان في المناطق الغنية بالموارد الطبيعية مثل مناطق البترول والغاز الطبيعي. من خلال الصورتين نلاحظ توزع السكان أكثر في المناطق السهلية عن المناطق الجبلية. تختلف العوامل البشرية عن سابقتها بأنها من صنع البشر وظهرت مع التقدم والتطور السكاني،
في هذا العالم من جميع نواحي الحياة، ومن أهمها الأنشطة الاقتصادية، الحرفة السائلة والخدمات، حيث نجد ازدحاماً سكانياً واضحاً في المناطق الصناعية كما في شرقي الولايات المتحدة الأمريكية. ثانياً الهجرة، وهي عامل له دور كبير في توزيع السكان، فكلما ارتفعت نسبة الهجرة إلى البلد بعينها زالت الكثافة السكانية بها. وأخيراً وسائل النقل، يساعد توفر وسائل النقل والطرق على ازدهار الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في تركز السكان. مفهوم الكثافة السكانية، يقصد بالكثافة السكانية عدد السكان في الكيلومتر المربع الواحد، وتوصف المناطق المزدحمة بالسكان بأنها مناطق ذات كثافة سكانية عالية، أما المناطق قليلة السكان فتوصف بأنها ذات كثافة سكانية منخفضة. معادلة الكثافة السكانية، الكثافة السكانية تساوي جملة عدد السكان في منطقة ما نسمة على المساحة الكلية للمنطقة كيلومتر مربع. مثال: إجمالي عدد السكان في السلطنة بلغ 1,773,479 نسمة عام 2010، ومساحة السلطنة هو 309,500 كيلومتر مربع. احسب الكثافة السكانية بحساب المعادلة للكثافة السكانية، يكون نعوض في قانون مباشرة ويعطينا الناتج 8,961. معلومات مهمة، يعتمد حساب الكثافة السكانية على عاملين مهمين. الأول هو التعداد السكاني، والذي يقيس التعداد العام للسكان من خلال العدد الفعلي لعددهم، والذي يشمل جميع المقيمين في المساحة المراد قياسها بغض النظر عن حالتهم القانونية أو جنسيتهم، ولا يدخل في التعداد السكاني اللاجئون المقيمون في المساحة الجغرافية بشكل مؤقت. أما العامل الثاني الذي يعتمد عليه حساب الكثافة السكانية فهو المساحة الجغرافية، والتي تشمل إجمالي المساحة من اليابس باستثناء المساحات المائية الداخلية التي تتبع المنطقة الجغرافية مثل الأنهار والبحيرات الرئيسية والمناطق الاقتصادية الخاصة. وشكرا لكم على حسن المتابعة.